ما قبل، وبإمكاني طبعا أعكس، أعمل القبل بالبسط والبعد في المقام، وتساوي عرض الرسمة بعد على عرض الرسمة قبل، وبضرب ضرب تبادلي، بتصير 20 ضرب 3 على 4 تساوي. ليش قسمنا على 4؟ لأنه عندي سين بـ4 وبدي أخلي سين لحالها، فبقسم على 4 على الطرفين، بتصير معي 20 ضرب 3 على 4 15. إذا عرض الصورة بعد التكبير حيطلع معي 15 سنتيمتر. الآن حكي لي عن مفهوم آخر أيضا بالدرس، وهو مفهوم التكافؤ. حكينا عن التشابه، لازم حتى يكون عندي تشابه بين أي شكلين يكون فيما بينهم 3 شروط: نفس عدد الأضلاع، الزوايا المتناظرة متساوية في القياس، والأضلاع المتناظرة متناسبة فيما بينها. بينما بالتكافؤ بحكي لي بتكافأ مضلعان في حالة واحدة فقط، وهي أن تساوت مساحتي، عفوا، وهي أن تتساوى المساحة لإلهم. يعني المضلع سين واحد يكافئ المضلع سين تنين إذا كانت مساحة سين واحد نفسها مساحة سين تنين. لو أخذنا هذا المثال، سين صاد عين لام مربع فيه سين صاد 4 سنتيمتر، وعندي ألف با جيم دال برضو مربع آخر فيه ألف با 4 سنتيمتر. لو رسمنا المربعين سين صاد عين لام وألف با جيم دال، أعطاني بأنه في المربع الأول سين صاد طوله 4 سنتيمتر، وفي المثلث الثاني ألف باء 4 سنتيمتر. طب أنا بعرف أن جميع أطوال أضلاع المثلث متساوية في القياس، مع أن كل أضلاع المثلث الأول 4 والثاني كلهم 4. طالب مني أحدد هل هذان المربعان متكافئان أم متشابهان أم كلاهما. طبعا بالبداية بدنا نحكي عن شغلة مهمة، وهي أنه التشابه لا يعني التكافؤ، والتكافؤ لا يعني التشابه. يعني مش بالضرورة إذا كان في عندي ضلعين متكافئين أنه يكونوا متشابهين، والعكس صحيح، مش إذا كان عندي ضلعين متشابهين معناه أنه متكافئين، ولكن ممكن يكون الضلعين متشابهين ومتكافئين، لكن مش بالضرورة. طب نتحقق للتشابه، أول شيء عدد الأضلاع متساوي، نعم المربع الأول في 4 أضلاع والمربع الثاني 4 أضلاع، إذا نفس عدد الأضلاع. طب ثاني إشي، الزوايا المتناظرة متساوية، جميع زوايا أضلاع المثلث قائمة، يعني قياسها 90، فكل زوايا المثلث الأول 90 والثاني 90، فبالتالي أكيد كل زاويتين متناظرتين متساوية في القياس. آخر شرط، وهي أن الأضلاع المتناظرة متناسبة. لحتى أوجد التناسب بأخذ مثلا عندي نسبة صاد سين صاد أو صاد سين على ألف باء أو باء ألف، فبالتالي بتطلع عندي 4 على 4 تساوي 1. إذا أوجدنا نسبة فيما بينهم وهي 1، إذا نعم الأضلاع المتناظرة متناسبة بحيث أن النسبة تساوي 1.